مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم اسبوع جديد، حلقه جديده عنوانها طبعا في الاول وفي الاخير منتخب مصر اللي عنده بكره مواجهه مش عايز اقول مهمه ولا صعبه، لكن من حيث التوقيت بشوفها بدايه مرحله جديده مع جهاز فني جديد. نتمنى ان شاء الله نشوف شكل جديد وشخصيه جديده لمنتخب مصر، ومش عايز حاجه جديده قوي، انا عايز بس نستعيد شخصيتنا. المنتخب اللي احنا شفناه وعشناه وتربينا معاه قادر دايما على انه ينافس، بيقدم كره ممتعه يقدر يعني يرضي بيها جماهير الكرة في مصر. بس اسمحوا لي يعني قبل ما اتكلم على المنتخب والحلقه كلها افرضها طبعا لمواجهه بكره واخر اخبار المنتخب، وهنحاول على مدار الحلقه كمان ناخد، يمكن مفترض ان في مؤتمر صحفي كمان دقائق بسيطه نحاول ننقل لحضراتكم اهم الحاجه وكلام هيتقال فيه. بس اسمحوا لي الحقيقه مش عايز افتح حاجه، ما يعني بحبش دايما، يعني انا من النوع اللي ما بحبش يبص لورا الحقيقه، لكن في اوقات كتير جدا في مواقف بتبين حاجات كتير، وموقف النهائي الافريقي على الرغم ان احنا اتكلمنا فيه كتير واتكلمنا فيه باستفاضه واتكلمنا عن اسبابه وشرحنا، واعتقد عند جماهير النادي الاهلي صوره كامله طبعا عن الموضوع من بدايته، حاله التحيز اللي يعني اللي قام بيها الدور الواضح الاتحاد الافريقي في اهداء البطوله للوداد. مش بتكلم بس كوره، بتكلم على حاجات كتيره جدا حطت فريق النادي الاهلي في الظروف الصعبه دي اللي وصلتنا لفقدان اللقب. بتكلم طبعا على دور المكتب التنفيذي ودور فوزي لقجع، وانا كلمت على حضراتكم واكيد انتوا تابعتوا فضائح الراجل المستمره مش بس المرتبطه بنهائي دوري الابطال واساءته لمصر واساءته لتونس. كنت في انتظار الحقيقه انه يكون في رد فعل على مستوى رسمي من لانه في النهايه انا مش بتكلم على شخص، انا بتكلم على مسؤول رسمي رفيع المستوى في الرياضه المغربيه، وبالتالي اي تصريح ليه هو مسؤول عنه بحكم منصبه اكتر ما هو مسؤول عنه بحكم شخصه. ولما يطلع التصريح ده من رئيس اتحاد الكره في المغرب يعتقد على الدوله انها اما تنفيه او انها تواجهه وتحقق معاه. لكن في النهايه فوزي لقجع يعني مش موضوعي الاساسي. قلت عن الدور المغربي في المكتب التنفيذي وكلمت على دور الاتحاد الافريقي، وانتم عارفين ملابسات وكل التفاصيل المرتبطه بده. لكن اللي توقعته والحقيقه قريته يمكن وقلته هنا في اكتر من مشهد وكنت اتمنى انه ما يكونش حقيقه، هو ان يكون في دور لاتحاد الكره المصري في المهزله، في المشهد المأساوي اللي عاشه النادي الأهلي بصفته ممثل للكرة المصرية وبصفته بطل القارة الأفريقية، وده اللي حصل واللي كشفت عنه الفترة الأخيرة. ردود الأفعال كمان الحقيقة يعني أعتقد أنه إذا كنا بنحاول أن احنا على بتكلم على وسائل الإعلام الحقيقة وعلى الناس اللي بتطلع تتكلم في وسائل الإعلام، أنا مش هتكلم هنا على السوشيال ميديا لأن السوشيال ميديا بقت يعني مكان لكل من هب ودب زي ما بيقولوا كده، اي حد بيفتي في اي شيء، اي حد بيغلط في اي حد، واللي عايز بيتكلم بيتكلم براحته، فما بدهاش وزن قوي يعني ما بدهاش، على الرغم انها مؤثره انا عارف كويس جدا وبتحرك وبتاثر في توجهات وفي قرارات، لكن هي لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. لكن انا بتكلم هنا على وسائل اعلام رسميه، بتكلم على ناس مفترض انها تحملت مسؤوليه الظهور على الراي العام والحديث في امور عامه، وطبعا الاهلي هو اهم وهو مصدر الاهتمام الجماهيري في المقام الاول والاخير مع كامل احترامي لكل حد تاني مهما كانت انديه كبيره او انديه صغيره، لكن يظل الاهلي بشعبيته وجماهيريته هو مصدر الاهتمام رقم واحد للراي العام في مصر بحكم الجماهير العريضه الحريصه على انها تتابع النادي الاهلي.